مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم اينما كنتم. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد في جانب النجار والزجاج. اذا كل ما اقدم لكم في هذا الفيديو وهو صنع وتهيئة الخزانة ذات زجاجات السكة خاصة للاعلانات، سواء في المسجد او الادارة او كل ما تحتاجه السيدات في المطبخ لوضع المكادات الطبخ او الحاجات اليومية. فهذه الخزانة فهي خصصناها للاعلانات التي تهم كافة التجار والحرفيين. اليكم متابعة كيفية انشاء هذه الخزانة. مشاهدينا في هذا الجانب، وحاولوا تجربة مشي الزجاجات في السكة، فحسب ما ترون معي انعكسوا قليلا واضعوا الزيت في طول السكة لإسهال مشي الزجاجات.
إلى هنا مشاهدينا الكرام، بعد العديد من المجهودات في صنع وتهيئة هذه الخزانة للإعلانات من أول الفيديو رقم 1 وإلى آخر هذا الفيديو الذي تم على خلاصة الجهد، سواء في تركيب اللوحات لبعضها بعد ذلك، اخترنا قطعة من الحديد وتم وضعها في الخلف قصدا عن إلصاق الإعلانات بقطع مغناطيسية أحسن من اختيار اللوحة الورقية كونتر بلاك أو ما يسمى بليزوراي، ويكون لصق الأوراق بالبرغي. وفي اختيار الورقة الحديدية يستحسن لصق الأوراق والإعلانات بهذه القطع المغناطيسية مغلفة بغطاء أفضل قيمة. We'll be right back.